بهجة يعني فرقة بنات، هما 5 بنات بيسعوا لنشر البهجة. أنا لما أقع مين اللي هيشيلني؟ هو فن المونولوج في حد ذاته حاجة جميلة، يمكن ما بقتش موجودة قوي زي زمان، فاحنا بنحاول مع بهججة ان احنا نرجعها تاني. احنا عاملين كوفرز كتير في بهججة لفنانين قدام، شكوك واسماعيل ياسين. قلت الغرام شربات ولذة بالقوي بالقوي بالقوي، العين غرام سلوفات خلاني بدلوي بدلوي بدلوي. احنا بقالنا من 2015 وبنحب نغني اغاني مبهجه، اغاني شبهنا. احنا كنا جزء صحاب اصلا، والجزء الثاني يعني اتقابلنا في الاوديشنز. عموما فن المونولوج في غنى والتمثيل، يعني مش بس ان انا بغني طربي بس واقفه كده لا يا راجل بلا خيبه. محتاج يبقى حديث شويه عشان يواكب يعني الدنيا والناس والاجيال، فاحنا بنحاول نحط دايما التاتش بتاعنا. هتلاقي في حاجات شعبيه، هتلاقي في حاجات انجلش، هتلاقي في حاجات غربيه، هتلاقي في حاجات مع ان هي مونولوجات او اغاني معاصره يعني، فده اللي احنا بنحاول نعمله. نتكلم في مواضيع ريليتد للبنات، مواضيع ريليتد للمجتمع، مواضيع ريليتد للديسكريميشن، مواضيع اجتماعيه. احنا بنتكلم في اي حاجه احنا حاسين ان احنا عايزين نعبر عنها. احنا مثلا معناش فلوس الفتره دي، فعندنا اغنيه اسمها 20 جنيه زي اللي انتوا شفتوها دلوقتي مثلا. حاجات عاطفيه، مشاكل عاطفيه من اللي تواجهنا احنا كبنات برضو. 20 جنيه لله انا بالنسبه لي مدخل المونولوج ده الميكس ما بين المزيكا والتمثيل، يعني انا ما بعتبرش نفسي مغنيه، ما بعتبر نفسي مؤديه، فالميكس ده بالنسبه لي ناجح جدا، وده اللي منجح بهججه. هو الهدف منه اصلا الكوميديا والفرح والحب وكل حاجه. لو عايزه تيجي معايا تعالى.